اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلنا متواصلين وياكم، ويسرنا في هذه اللحظه ان يحل علينا ضيفا كريما هو الداعي الاسلامي الاستاذ عمرو خالد. اهلا وسهلا فيك، نقول حياك الله في بلدك الثاني الكويت وفي برنامج بيتك. الله يخليك، انا مشكوك جدا، وانا يعني في بلدي فعلا مش حاسس ان انا غريب يعني. حياك معك، حياك الله معنا استاذ عمرو، يا هلا ويا مرحبا فيك، سعيدين جدا بتواجدك في بلدك الكويت، ونتمنى ان شاء الله الزيارات دائما مستمره ان شاء الله. حياك الله. ان شاء الله. يعني دكتور، في البدايه ودنا نتكلم دكتور ان شاء الله في شهر خمسة مقدم ان شاء الله، شهر خمسة عند مناقشه بريطانيا، كل التوفيق لك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ عمرو، يعني هناك من يتهم، هناك من يقول بان الشباب العربي او الشاب العربي شاب فاشل، شاب مستهتر، يعني ردك عليهم؟ يعني اولا مش موافق على الكلام ده، يعني هل الشاب العربي جاني ولا ضحيه؟ هل الشاب العربي يتحط في قفص الاتهام لوحده؟ انا مش موافق الحقيقه. الشاب العربي شباب قلوبهم خضراء، شباب، يعني انا ليا تجربه مع الشباب طويله من اول صناع الحياه. اعرض عليهم فكره وقول لهم وحمسهم وقول لهم اشتغلوا يا شباب، وشوف الاخلاص وشوف البذل وشوف الاستعداد للتضحيه، وبعدين انا اسف يعني ما لوثلوش الحياه، نضيف لسه نقي. فانا الحقيقه مش شايف كده، انا شايف ان الشباب ناقصهم ان يتعرض عليهم مشروعات قوميه تستوعب طاقتهم. الشباب طاقه يا جماعه، طاقه هائله، حيويه، بس احنا ما بنسمعوش وما بنكلموش لغه هو فاهمها، فبتكون النتيجه ان هو مش عايز يشتغل. لكن والله انا مؤمن ان اكتر كنز بتمتلكه بلادنا لا البترول ولا الاهرامات ولا السياحه ولا اكبر كنز ان احنا عندنا ثروه هائله اسمها الشباب. ولازم نكون مؤمنين بيهم. حكايه ان هو مستهتر دي عوارض نتيجة ان جواه طاقة ما حدش مكتشفها. نعم. حضرتك علماء النفس بيقولوا ان الطفل الصغير لو جواه موهبة واهله مش مهتمين بيها بتكون نتيجة ان هو بيدعي بالمصري الغلاسة. مش عارف بالكويتي. يدعي الغلاسة ويضايق اهله كانه بيلفت نظرهم انا موهوب. احنا نقول الملاقه. ها الملاقه، اي الملاقه يعني قريبه من الغلاسه. الملاقه. اوكي. فانا اقصد ان شبابنا كده جواهم طاقات هائله، بس لا يوجد مشروع قومي لاستيعاب الشباب، لا يوجد قضيه قوميه نوجه الشباب ليهم. احنا اللي غلطانين، الكبار اللي غلطانين، الاعلام غلطان. يعني نحتاج الى تخطيط، نحتاج الى تخطيط، وضع خطط للشباب، الدوله والاعلام والدعاء والمساجد وخطب الجمعه. يا شباب اتجهوا في هذا الاتجاه، اعملوا نموا بلدكم، خطة للتنمية. وحتجد ساعتها ان ايمان الشباب، احنا لما جينا في صناع الحياة قلنا التنمية بالايمان. تعالوا نعمل مشروعات تنموية بزراعة وصناعة ومحاربة مخدرات. والدافع لكده ان احنا مؤمنين. راح نكمل هالموضوع استاذ عمرو، لكن بعد ما ناخذ هذا الفاصل. اذا مشاهدينا الكرام، ناخذ معكم فاصل ومن ثم نتواصل معكم ان شاء الله مع الداعية الاسلامي عمرو خالد، فابقوا معنا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، نرجع نتواصل وياكم برنامج بيتك، وسعداء جدا بتواجد الداعيه الاسلامي الاستاذ عمرو خالد. اهلا وسهلا فيك. كنت اتمنى النقاش اللي صار وقت الفاصل انه يكون على الهواء، لكن خلينا نرجع ونكمل موضوع الشباب. الكلام اللي حضرتك ذكرته يمكن في البدايه ولا تكمله اكيد جميل جدا، لكن احنا قلنا الحين الواقع الحالي، المشاكل اللي قاعد يعاني منها الشباب، اللوم على منه؟ يعني واضح من الكلام ان احنا ما نقدر نلوم الشباب، اكيد الاسره لها دور، الاعلام له دور، الدعاة لهم دور. طبعا. اوكي طبعا. بس للاسف هل هناك تقصير برايك في هذه الادوار؟ يعني احنا بنعمل الاسهل حضرتك. الاسهل الشباب وحش. النتيجه ايه؟ انت عارفه حضرتك المريض اول خطوه لعلاج المرض ان المريض يرفع ايده ويقول انا مريض عايز اتعالج. فاحنا كمجتمع بنقول الشباب وحش، لكن ما حدش فينا رفع ايده وقال احنا المسؤولين. انا بقول لحضرتك الاسره مسؤوله. نعم. والمدرسه مسؤوله. والجامعه مسؤوله، والاعلام مسؤول، والحكومه مسؤوله، والدعاء مسؤولين، وخطب الجمعه مسؤوله. احنا لازم نقول هذا الشباب هو اغلى ما نمتلك، وهو نقي.
ونضيط وقلبه أخضر، واللي أنتوا بتشوفوه من استهتار ومن اتجاه لأشياء خاطئة دي عوارض، عوارض حد يسمعني، عارفة اللي عايز يصرخ، حد يهتم بي، حد يحتضنني. هذه البدائل اللي اتجه لها الشباب لأن ما لقى الواقع اللي هو يبيه. وانت حضرتك احنا كنا لسه بنقول قبل ما واحنا بره الفاصل ان لو لم يتجه المجتمع لاستيعاب الشباب في مشاريع زي صناع الحياة ما اتعملت مشاريع تنموية، البديل الوحيد هو مخدرات وتطرف. ما في انا ما عنديش حاجه ثالثه. استاذ عمرو يعني هناك راي اخر وهناك توجه اخر يقول لك والله في المساجد موجود عندنا يعني بعد العصر في محاضرات دينيه، في مركز تنميه المجتمع يعمل محاضرات، في كذا، يقول لك والله الشاب هو اللي ما يتوجه، يعني لا نضع اللوم على الحكومه وعلى الداعيه وعلى في ناس تسعى للامانه، لكن الشاب هو بنفسه مقصر، يعني كيف نحل مشكلته بنفسه؟ اولا حضرتك انا مش موافق ان احنا نقول اصل الشباب ما بيجيش، هو احنا اصلا بنخاطب الشباب باللغه اللي هو بيفهمها؟ صح، طريقه الطرح يعني برضه يعني ما انت عشان تجذبني كلمني عشان اسمعك. وبعدين انا عايز اقول حاجه معلش للاهالي بالذات للاباء والامهات، احنا بنتعامل مع اولادنا طول ما هم اطفال بالحضن والعاطفه وبنديهم عاطفه، اول ما يبقوا داخلين على فتره المراهقه وهم في الحاله دي محتاجين الاستيعاب عاطفي، تبدا لغه الاوامر والمنطق والعقل. انا قلت لك 100 مره ما تسوقش العربيه بسرعه لانك هتموت زي ما فلان مات، ده كلام صحيح، هو هيموت فعلا لو ساق بسرعه، دي لغه العقل. بس هو الشباب بيقول لك كلم قلبي قبل عقلي، فوت من قلبي على عقلي عشان اسمعك. يعني هناك لغه محتاجها الشباب، لغه العاطفه بالذات البنات، بنات طاقه عاطفه غير عاديه. اعتقد ان الاسره محتاجه الى هذه الثقافه استاذ عمرو، محتاجين الى الثقافه هذه الاسره حتى تنعكس على ابنها. لو الاسره ما استوعبتش البنات بالذات البنات عاطفيا البنات هتدور على عاطفه بقى. احنا ليش يقتصر دور العاطفه استاذ عمرو دايما لغايه مرحله الطفوله وكان بعدين العاطفه تنتهي، الابناء ما هم محتاجينها بالمره؟ بنعتقد حضرتك ان امام اخطاء الشباب في مرحله المراهقه الحل هو العصا، الحل هو الشده. مع ان اللي انا بقول ان الاب الصديق والام الصديقه ولغه العاطفه والاحترام والتقدير والبحث عن الموهبه هم الحل. الاب الصديق، البحث عن الموهبه عشان هو جواه طاقه عايزه تطلع، لغه العاطفه الاحترام والتقدير، انا بقدرك انت محترم ولا يمكن اهينك قدام اصحابك ولا يمكن اهزى ابني حتى قدام اخواته، انت محترم انا بقدرك. احنا ليه فاكرين ان الشباب غبي؟ اللي هيتعامل مع الأربعة دول صدقني هيفتح قلبه. هل الأسرة العربية تملك هذه النقاط الأربعة أستاذ عمرو؟ للأسف الأمر ضعيف ومحتاج توعية وثقافة كبيرة، والإعلام بدل ما يتجه إلى الإثارة وللفيديو كليبس اللي بتثير، أنا مش بتكلم الآن من ناحية الحلال والحرام، أنا بتكلم من ناحية إنقذوا أولادنا، ما هو اللي عمل الفيديو كليب ده عنده بنات هو كمان وعنده أولاد، طب ما هو هيضيعوا يعني يا أخي إنقذ أولادك. إحنا محتاجين مادة درامية، إحنا محتاجين ضمير نفس ما قلنا قبل شوي، صح؟ إحنا محتاجين ان انا ضميري بيحتم عليا انا مش هخدع الشباب دول، صح، ولا هضيع الشباب دول، انا هقف جنبهم وامد ايدي واشدهم واساعدهم. انا فاهم كده وشايف ان لو ما عملناش كده الخمس سنين اللي جايه التطرف هيزيد، المخدرات هتزيد، جريمه الشباب هتزيد، الفجوه بين الاهالي والابناء بين المدرسه والابناء هتزيد. لازم المجتمع يتحرك لاحتضان ولادنا، دول ولادنا، دول كنزنا، حد يرمي كنزه في البحر؟ صحيح. او يقول له انت وحش؟ استاذ عمرو على يعني ذكرنا احنا موضوع المخدرات والتطرف، وللاسف يعني ما نتمنى انه يزيد لانه هو واصل لحد بما فيه الكفايه اعتقد دمر الشباب، لكن بما ان احنا تكلمنا عن التطرف خليني اوقف عند هذه النقطه وموضوع التدين بالتحديد. يعني هناك اشكال كثيره من التدين، يمكن الشباب مع تطرفهم ووضعهم الحالي مو فاهمين موضوع التدين بشكل الصحيح، ما هو التدين المناسب، في خلط في الامور، قاعد توصل يمكن احيانا بعض المعلومات الخاطئه للشباب، يا ريت توضح لنا هذا الموضوع، هل هو التدين عبادات فقط ام موضوع اخر؟ هو انا اولا انا عايز نوصف هي العباده في الاسلام بتعمل ايه؟ العباده بتديك طاقه وتجديد روحي ونفسي وتجديد لبنيانك كإنسان لتستعد للإنتاج. يعني مفهوم العبادة في الإسلام اسجد واستفيد من سجدتك قوة روحية لتعمر الحياة، لأن احنا أصلا خلقنا لإصلاح الأرض، أنا جايب لك الأمر من جدره، يعني جدر الموضوع خلقنا إني جاعل في الأرض خليفة. طيب عشان تبقى خليفة محتاج إيه؟
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محتاج عبادة تقويك. فلو بقت العبادة للعبادة أن فول ستوب ونقطة يحصل إيه؟ تحصل، عارف حضرتك سلكة الكهرباء اللي متوصلة بالأرض؟ نعم. فالكهرباء بتدخل وتتفرغ. أو تبقى طاقة بتاكل في المكنة فيتحول لتطرف. إنما هو كل القرآن آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات دي يعني إيه؟ يعني صلوا صاموا، ما هي آمنوا، ما هي آمنوا صلوا صاموا، ما عملوا الصالحات إيه؟ أنتجوا، جملوا الكويت، زرعوا نخلة، ساعدوا أيتام، عملوا مؤسسة للمشروعات الصغيرة. بنية إيه؟ آمنوا. ويبقى الإيمان دافع، ويبقى فعلا الإيمان دافع للتنمية. يعني أنا بتخيل الإنسان عامل زي مكنة، في إنبوت وفي بروسيسنج وفي أوتبوت. الإنبوت آمنوا عبادة، البروسيسنج تدخل الإيمان دون مع يطلع أوتبوت. يطلع إيه الأوتبوت؟ عملوا الصالحات. إيه عملوا الصالحات؟ مش صلوا وصاموا، ما هي خلاص ما احنا قلناها. عملوا الصالحات، حلوا الكويت، جملوا الكويت، صلحوا البلد، ساعدوا الغلابة، ساعدوا الضعفاء، ساعدوا الناس اللي في العشوائيات. إنما احنا للأسف التدين، وأنا بقول والدعاء مسؤولين عن هذا الكلام، أن يكون التدين للعبادة وفقط، هذا سيؤدي إما إلى إيمان ثم تفريغ الإيمان، نبقى بنحلص في بحر، يا إما يؤدي التطرف. أنا عايز إيمان ينتج، وعايز إيمان البنات الحجاب نقطة انطلاق، انجحي وانزلي واشتغلي. احنا مش عايزين نختزل قضية المرأة في الإسلام في الحجاب، يدفعك لنجاح والعمل ما هو التطرف أحيانا يوصل أن المرأة المفروض ما تشتغل ولا تعمل ولا يكون لها دور أيضا في الحياة. وده مش صحيح. وانت لو رجعت سيرة النبي هتلاقي أن المرأة من أول يوم لها دور. هو مش أول شهيد في الإسلام امرأة. الشهيد ده مش شغل، مش السكة بتطلع مع النبي في المعارك. مش المصحف حفظ في بيت امرأة السيدة حفصة. يعني أنا عايز أقول الموضوع مش كده. ولا احنا بناخد بعض التقاليد ونلوي ذراع الدين ونقول ما هو الدين كده؟ نعم. لا. هي عادات وتقاليد وليس لها دخل بالدين بالمرة. احنا عايزين ايمان صحيح، وعايزين ايمان قوي. شوفي بقى الايمان هيدخل ساعتها، مش مكسوفين من الايمان، بل بالعكس عايزين عبادة، وعايزين طاعة ربنا، وعايزين بنات مؤمنات، وعايزين شباب مصلي، وعايزين المساجد تكملي بالشباب علشان يخرج منتج يجمل الكويت ويقوي الكويت. ده مفهوم التدين اللي يؤدي لنجاح مجتمع. وساعتها انا اسف هقولها بمنتهى الجرأة، الحكومات ما تخافش من التدين. نخاف من التدين ليه؟ ده تدين بينجح. لا، ما الحكومات تخاف من التدين المتطرف، ما حد قاعد يخاف من التدين. هذا التدين يعني بهذه الصورة ده يدفع لنجاح امه، ده يصلح وضعنا، عايزينه كده. بالعكس انا عايز الامه ترتقي كذلك. استاذ عمرو، الامه ترتقي كذلك. نعم. هناك من يتساءل استاذ عمرو، يعني هناك تدين، هناك اخوان، وهناك سلف، وهناك اناس ملتزمين ومتعصبين ومتشددين في الدين، وهناك من يتساءل ويقول استاذ يعني عمرو خالد الى من ينتمي؟ انا 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 ملك الامه، ولن انتمي الى حزب ابدا. نعم. ليه؟ لان انا بقوم بدور بيصل الى كل الناس. حتى لما عملت فكره صناع حياه قلت لهم لا، انا مش هكون لصناع الحياه فقط، انا بكلم الامه، انا بكلم الامهات، أنا بكلم الأطفال، أنا بكلم الشباب، أنا بكلم العوام، أنا بكلم حتى المسيحيين في بلادنا، أنا مش بكلم المسلمين، أنا بكلم الناس كلها. أبقى غير عاقل وأبقى مخطئ لو قفلت نفسي؟ لا، أنا بقوم بدور للمهمة ورسالة ربنا اللي حطني فيها. أنا ما كنتش برتب أن أنا أكون في هذا المكان. فلابد أن أحافظ وأن أحترم وأن أقدر الدور اللي أنا بقوم به للأمة، كل الأمة. وإذا أغلقت نفسي على مجموعة أخسر وأكون غير منصف في حق نفسي وفي حق رسالتي. فأنا رسالتي في الآخر اللي أنا عايش من أجلها إن الأمة دي تنهض، كل الأمة. والأمة تنهض بمين؟ بشبابها وستاتها، كل فئات المجتمع. أستاذ عمرو، يعني خلينا نقول أيضا، كنا رح نوه أكثر من مرة لأهمية هذا الموضوع، أن المحاضرة اللي رح تلقيها إن شاء الله يوم غد في الساعة 9 مساء في حديقة حولي بارك، طبعا المحاضرة راح تكون عن الأسرة والشباب. نعم. وموضوع مهم جدا، هو موضوع أسري واجتماعي، وحضرتك فعلا في الفترة الأخيرة بديت تركز على هذا الجانب. نعم. وحييك على برنامج شهر رمضان الماضي، الجنة في بيوتكم. نعم. هو حوالي حيكون بكرة كلام جديد في موضوع العلاقات الأسرية وبالذات الشباب مع أهليهم. يعني محاضرة بكرة في حوالي بارك الساعة 9 بالليل إن شاء الله هتكون بتركز
يا شاب وأبوك، لأن المحاضرة هيبقى شباب وأهليهم. نعم. فبكلم الآباء شوية وأكلم الشباب شوية الشباب. وبعدين أرجع أكلم الشباب وبعدين فهتبقى ماشية بهذه الطريقة. شيء جميل. نعم. يعني هذه دعوة لكل الجمهور، دعوة لكل محمد. اللي قاعد يتابعونا الحين أن يتوجهون باكر إن شاء الله الساعة 9 مساء إلى حوالي بارك لهذه المحاضرة. لو حبينا يعني يسمح لنا يمكن هني راح ندخل شوية في موضوع جانب شخصي، بيتك يا أستاذ عمرو، يعني وضح لنا، وضح لسادة المشاهدين، أصف لنا بيتك. يمكن ده بمناسبة اسم البرنامج ولا اسم برنامج بيتك يعني. والله بصي حضرتك، أنا هقول لك حاجة. قبل ما اعمل الجنه في بيوتنا، واضح ان انت ما شاء الله انتوا الاثنين حكيتوا لي عنه قبل، فانا انبسطت ان انتوا كنتوا متابعينه. انا كنت تابعته، كان جميل جدا الحمد لله. انا عايش عيلتي كده. يعني الكلام اللي انا قلته انا عايشه. انا ابويا وامي غاليين جدا وحريص ان العيله تتجمع جدا، وحريص ان احنا كل فتره كل العيله الكبيره بالاجداد بالاحفاد، ونعمل صندوق العيله زي ما انا اتكلمت في الجنه في بيوتنا في صله الرحم، ان فين صندوق العيله، عملنا صندوق للعيله، وازاي نهتم بمين مين اللي عايز يشتغل، فنشوف مين من العيله مين يقدر يساعده. فانا عايش الجانب ده جدا مع العيله الكبيره. العيله الصغيره بالذات علي وعمر، انا علي دلوقتي 6 سنين، انا عايش مع علي فكره الاب الصديق. شيء جميل. واخرج معاه، هو معايا هنا في الكويت. يا ريتها كان منورنا، هو برا الاستوديو موجود، هو ووالدته منورين الكويت. يعني هذه فكره ان كبر ابنك خوي من قبل ما يكبر، وهو 6 سنين يقول لك من قبل. حكمه هذه الحكايه، نص ازاله الفجوه بين الاباء والابناء. احنا اصحاب، انا بلعب معاه كوره، بلعب معاه مصارعه، بقرا معاه القصص ميكي وتنتان، بحكي له حدوته قبل النوم، انا اللي نايمه واحكي له حدوته قبل النوم. اخد رايه، انت ايه رايك نصيف السنه دي فين؟ في الحته الفلانيه ولا الحته الفلانيه؟ انت ايه رايك اعمل ايه في الموضوع الفلاني؟ وانا مش فارق معايا الرايين، فيقول لي حاجه اقول له تصدق بقى انا انت رايك كده مناسب قوي، بحترمه. عمري ما زعق له قدام حد. العقوبه قبل ما عاقب، فكر في بدائل تحفزه بيها، انه بدل ما يتعاقب حفزه. يعني انا عايش وفرحان ان انا شايف، عشان كده لما بكلم الاباء وفي محاضره بكره انا عايش اللي انا بقوله. صحيح هو لسه ما دخلش على فتره المراهقه، بس شايف استجابات. مره بالمناسبه من كتر ما انا بقيت هو وانا وهو اصحاب، كلمه هزعل منك اقوى من 1000 عقوبه. نعم. مره كان مجله من المجلات الشهيره قبل رمضان اللي فات جايين يصورونا كعيله انا وهو فهو قبل التصوير قال انا مش هصور. يا ابني الله يهديك، الناس جايين يصوروا، انا مش عايز اطلع، مش عايز اتصور. يا حبيبي هو مش فاهم يعني. فقلت له انا متشكر جدا، انا هنفذ لك اللي انت عايزه، بس خلي بالك انت بتطلب مني حاجات انا بعملها لك. فلو سمحت المفروض لما اطلب منك حاجات تعملها لي. عموما مفيش داعي تتصور، بس انا زعلان. والله بعد دقيقتين ما قلت له، ما هددتوش. طب انا مش هعمل لك حاجه، مفيش تهديد. نعم. انا زعلان. بعد دقيقتين لقيته جاي لابس كويس اللبس دون. الله يخلي لك يا ماجد، شيء جميل يعني صراحه. لا ياخذ قلبك كله استاذ عمرو، يعني ياخذ قلبك كله حق علي، يروح القلب كله حق علي. لا ولسه عمرك سنه، فيعني لما استنى يعني يكبر شوي. الله يخليهم لك ان شاء الله ويطول عمرك. نتمنى طبعا الاسره ان تتخذ هذا المنهج، الاسره العربيه بشكل عام بالتعامل مع ابنائها وبناتها يا رب، عشان ننقذ الشباب العربي. دي رساله والله، نفسنا ننشر ثقافة صادق ابنك، ننشر ثقافة احترم ابنك، ننشر ثقافة العقوبة مش أول البدائل. يعني العقوبة آخر 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 البدائل. حتى أنا عندي نكتة بقول للأمهات والآباء، ممكن تحط لنفسك كوتا، كوتا يعني عدد محدد من العقوبات في الشهر، تقول مثلا 3 مرات في الشهر خلصت خلصت الثلاثة دول، خلصت الثلاثة بتوعك، دور لك على بدائل ثانية، حفزهم يا أخي. بيشربوا الشوربه بصوت عالي، عقوبه. لا طب اللي هيعرف يخلص الشوربه من غير صوت 10 دينار. 10 دينار كتير قوي. دينار دينار زين، دينار دينار زين. يعني يا اباء ويا امهات، العقوبه الكتير اولا بتفقد قيمتها، ثانيا بتعلم الابن ان القوي يفرض، ثالثا ما بتربيش قائد. صح. والامه دي عايزه رجاله وبنات عندهم حرية. هذا اللي راح أتكلم عنه أستاذ عمري، وأتكلم عن البلد. من يبني البلد؟ هل يبني البلد الإيمان، أم يبني البلد
الشباب أم يبني البلد الأسرة؟ من يبني البلد؟ يبني البلد شباب وبنات مليانين إيمان بدينهم وبلدهم، يعني فاهمين إيمان صح. إيمان معناها أنا عبد ليك يا رب وبستمد منك طاقتي وبحب ليك حبني الكويت. أنا فاهمه كده. أنا غير كده ده إيمان مخدر، ده إيمان سلبي، إيمان يتوقف عند صلاة في مسجد دون إصلاح للحياة، دون خير، دون حب للناس. ما هو برضو واحد ممكن يصلح الحياة وقلبه قاسي. أحيانا في بعض الناس تتدين ويأس قلبه ويعامل الناس بجفوة بحكم حلال وحرامه بس. صحيح. يا أخي ده القيم الإنسانية والروحية عند النبي صلى الله عليه وسلم. ده فين المعاملة الجميلة؟ انت تقدر، ده النبي اللي قال لك انكم لن تسعوا الناس باموالكم، مش هتقدروا تستوعبوا الناس بفلوسكم، فسعوهم ببسطه الوجه وحسن الخلق. ليه مش فاهمين الايمان كده؟ ليه الايمان تكشير؟ ليه الايمان عصبيه؟ فين ذهبوا فانتم التلقاء؟ فين العفو؟ فين الحضن؟ فين القلب؟ احنا تكلمنا في البدايه عن موضوع التسامح والعفو، وقلت يمكن الاستاذ عم خالد راح يضيف اكيد يعني لمعلوماتنا الكثير عن موضوع العفو والتسامح. لكن يعني حضرتك تقول هم مفاهمين الشباب، ما هو دور منه اللي يفهم الشباب؟ من المسؤول عن إيصال المفهوم الصحيح للشباب؟ أنا وحضرتك وخطبة الجمعة والتلفزيون والإذاعات المفتوحة، المجلات، الإعلام الحقيقة، الإعلام نص الموضوع. صح. الضمير تاني، أنا عايز أرجع لكلمتك، ما أنا قلت لك يعني أوكي حتى الإعلام مهما يعني حضرتك بديت ببرنامج جميل جدا، إحنا دورنا هني في تلفزيون حكومي قاعد نحاول على قد ما نقدر نحن نساهم، لكن في المقابل أيضا في محطات فضائية، في مكسب تجاري، في طمع وجشع يهمهم أكثر مهم يعني ما يهمهم موضوع الشباب يعني أو تربية الشباب أو الأمور الأخلاقية اللي قاعد نتكلم عنها. هيفضل في صراع بين من يريد الإصلاح ومن يريد المكسب المالي فقط، وهذا الصراع أنا متأكد إنه هو حيحسم للخير. أنا عندي أمل شديد. أنا كل اللي بتحاول، وانتوا حاسين انتوا عمالين كنا بنقول في الفصل ده أنا بتكلم بحماس لأن أنا مؤمن إن في أمل وإن الأمة دي وبلادنا دي ما تستحقش غير مكانة أعلى من كده بكتير. بحكم تاريخها وحضارتها وقرآنها ودينها إحنا نستحق مكانة أعلى، وإن الوضع اللي إحنا فيه دون الخير هينتصر فيه. وأنا مؤمن بآية بحبها قوي بتقول فأما الزبد فيذهب جفاء، القش اللي على وش المية بيروح ملوش قيمة مع أنه على الوش، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الخير هو اللي جدبه باقي في الأرض. السيل لما بيجي بيشيل على وش المية القش والرايش والخير الطمي تحت، الجذور موجودة والطمي موجود تحت. هي لو خليت خربت يعني يا أستاذ عمرو، لو خليت صحيح. خربت نعم. واللي بيبص من بعيد يشوف القش يقول دي مية مش نظيفة، ده الخير تحت. بس مسيره هيطلع زهر وورد وياسمين نعم. نتمنى طبعا الصورة الجميلة هذه نشاهدها بأقرب فرصة، يعني ما يطول الصراع مثل ما قلت، بس عايزة ناس تشتغل إن شاء الله. إن شاء الله بسواعدكم وسواعد الإعلام وسواعد الكل إن شاء الله. أستاذ عمرو الكل إن شاء الله في أمل عند الشباب، في طموح عند الشباب، إن شاء الله يتحقق بسواعد الكل إن شاء الله. الله يعزكم. إن شاء الله نورتنا. وتحياتي للأسرة الكريمة، أتمنى لهم طيب الإقامة إن شاء الله في بلدهم الكويت. ومرة أخرى وجه السادة المشاهدين كل جمهور الكريم إلى أن باكر إن شاء الله الساعة 9 المساء راح يكون في محاضرة للأستاذ الداعية عمرو خالد في حولي بارك، منطقة حولي طبعا، وراح يكون موضوع جدا مهم عن الأسرة والشباب. نتمنى إن شاء الله الحضور الكثيف لهذه المحاضرة. أشكركم. شكرا لك. نشوفكم على خير. نورتنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك السادة إن شاء الله، ونورتنا ونتمنى لك إقامة طيبة بين أهلك وناسك إن شاء الله. شكرا لك. إذا مشاهدينا كل الشكر للداعية الأستاذ عمرو خالد على تفضله بالحضور ومشاركتنا ومشاركته لنا في برنامج بيتك. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا واستمتعتوا معنا من خلال الفقرات واللقاءات والضيوف المميزين لهذا اليوم. دائما وأبدا نلتقي معكم على الخير والمحبة. مع السلامة. حفظ الله ورعايته نترككم وإلى اللقاء.